السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. كشفت العديد من المصادر الصحفية الفرنسية بأن اللاعب إيثان مبابي شقيق اللاعب كيليان مبابي بأنه قد قرر تمثيل منتخب الجزائر بدل الديوك، حيث أن اللاعب إيثان مبابي من مواليد 29 ديسمبر عام 2006 وعمره حاليا 17 سنة فقط وطوله 176 سنتيمترا، ويتقن اللعب كمتوسط ميدان هجومي، وقد تطور كثيرا في هذه الأيام، ومن المرشح أن يصبح لاعبا كبيرا نتيجة اهتمام باريس سان جيرمان به لهذه الدرجة. فهو سريع في الملعب ويراوغ جيدا ويسجل العديد من الأهداف في أصعب المباريات التي يشارك فيها. تراجع عن تمثيل فرنسا ليرقل من 16 سنة بسبب رغبته المطلقة في تمثيل محارب الصحراء، وهذا لأن جميع أصدقائه حسب ما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية أنهم جزائريين وهم من أقنعه بذلك. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتواصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.